أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل بعضهم بحديث إنما أنا بشر مثلكم على رد قول العالم وحكم القاضي وجرح الجارح وتعديل العادل إذا كان بدون حجة. يقول أحسن الله إليكم: استدل بعضهم بحديث إنما أنا بشر مثلكم على رد قول العالم على رد قول العالم رافع رد أحسن الله إليك ما يرد إلا إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، ما يرد حكم الحاكم إلا إذا تبين أنه مخالف للكتاب والسنة وأنه خطأ، إنه يرد. ولذلك التمييز، محكمة التمييز تنظر في القضايا والصكوك، إذا وجدوا عليها مخالفة ردوها. أما إذا كان الحكم موافقا للكتاب والسنة أو لم يتبين أنه مخالف للكتاب والسنة فلا يجوز نقضه ولا التعرض له، وإلا تفسد الأحكام وكل يعبث. نعم.